الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الفياق بكري بالذهب مشري، وخاصة إلى كل شيء مكان شاعري. سوق عكاظ تاريخه قديم، معروف من زمان شانه عظيم، فيه تراث يفتخر به كل إنسان، ولهذا المقصود حياة دراس إحسان. الجو كان زوين بالمسرح والشعر والحماس، والبراعم الصغار حافظوا على التاريخ وعجبوا الناس. على عكاظ كانوا الناس كيسولوا، ومن قلب إحسان اكتشفوا مدلولو. انتم وفد الورود، انتم رمز الصمود. اكتشفت فهاد السوق بزاف ديال التقاليد، من اول من حارب اللغه العربيه الفصحى والكتابه. بمناسبة اليوم العالمي للشعر، نظمت مؤسسة إحسان سوق عكاظ في نسخته الثانية، وذلك تحت شعار الكتاب وتذكير الدخول. وأنتم الآتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية. هاد الفسان لابساها تقليدية واللي هي التكشيطة. أنا حضرت باش نحضر بها لهذا السوق، لهذا السوق أنا اكتشفت شي بزاف ديال الحوايج بحال زهر اللي كانوا على ملائه درة، على الزمان والنجود متصلة، فعد إلى لغة القرآن صافية تزلو لك الذنب. سوق عكاظ منافذ ديالو أننا نرجعو له ونعرفو التقاليد تاعنا ونعرفو واش كان في القديم ديالنا. ودا باش أسولنا، ما أسمع الشعر من يكون؟ إنه الأعزى من شعراء الضمغة الأولى في قريش. اذكري من الأديب وانكري دين محمد. الشقية سنرى إلهك الواحد لينقذك. زل من عطى الله يعطي العمل والزانة، واسم خبارك ومسنوني عند اليوم الطار. فاليوم جاي عندنا الخطار. اللباس التاريخي والشعر القديم والزخرفة وبزاف ديال الحوايج. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. لموا سوق عكاظ يفتح بابه، أين أنتم يا شعراء العرب؟ تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.